إذن بداية كتقديم، مؤسسة التكوين المهني عبارة عن مؤسسات تعليمية كتسمح للمتعلم باستكمال واحد المشوار تعليمي لكن عنده طبيعة مهنية، وأصبح مؤخرا كيحظى بواحد الاهتمام متزايد إلى جانب التعليم العام. المؤسسة ديال التكوين المهني مفتوحة في وجه الفتيان والفتيات في مستويات مختلفة، وكل مستوى من هذه المستويات عنده شروط معينة. واحد السؤال يطرح في البداية، شكون هي الفئات التي يناسبها ولا كيلائمها الولوج للتكوين المهني؟ إذا يعتبر اختيار متابعة الدراسة بمؤسسة التكوين المهني ملائم بالنسبة للتلميذ الذي يود اكتساب مهارات مهنية كتسمح له بولوج سوق الشغل سريعا، إذا هذا اللي عنده الهاجس ديال ولوج سوق الشغل، أو قد لا تتوفر لديه إمكانية أو الرغبة بمتابعة مسار دراسي فيما بعد. ومؤسسة التكوين المهني كتقدم تكوينات مختلفة على مستويات أربع، اللي هي المستوى الأعلى مستوى التقني المتخصص، أسفل منه المستوى ديال التقني، يليه مستوى التأهيل، والمستوى الأدنى هو مستوى التخصص. وكل مستوى من هذه المستويات الأربع عنده واحد الفئة محددة من التلاميذ اللي كتولج لها، وغادي نشوفوا كل واحدة على حدة. بالنسبة لمستوى التخصص، خص يكون عنده على الأقل التلميذ اللي بغى يولج لمستوى التخصص يكون عنده على الأقل المستوى السادس ابتدائي. بالنسبة اللي بغاو يمشيو لمستوى التأهيل خصو يكون عندهم على الأقل المستوى الثالث إعدادي. بالنسبة للتلامذة اللي بغاو يمشيو لمستوى التقني يكونوا متدربين في مستوى التقني خصو يكونوا عندهم على الأقل مستوى البكالوريا. وختاما اللي كيولج لمستوى التقني المتخصص هما الحاملة ديال البكالوريا اللي عندهم ديبلوم ديال البكالوريا. غادي نشوفوا هذا مستوى التكوين بالتدقيق أكثر. إذن الفئات التابعة لكل مستوى من هذه المستويات الأربع اللي شفنا غادي نشوفوا كل واحدة على حدة. بدءا بمستوى الأدنى اللي هو مستوى التخصص، كيولجوا ليه اللي عندهم مستوى السادس ابتدائي. شنو كنقصدوا بالمستوى ديال السادس ابتدائي؟ بمعنى التلميذ اللي قرأ السنة ديال السادس ابتدائي كلها كاملة من البداية حتى النهاية ودوز الامتحان في آخر السنة، دوز فيها الامتحان نجح ولا ما نجحش، المهم خصو يكون دوز الامتحان، هادو كيولجوا لمستوى التخصص. كذلك اللي قرا في مستوى اولى اعدادي ولا الثانيه ثانوي اعدادي ولا اللي قرا في الثالثه اعدادي لكن ما حصلوش على المستوى ديال الثالثه اعدادي، بمعنى ما كملوش السنه الدراسيه ديال الثالثه اعدادي، هادو كلهم كيندرجوا ضمن المستوى ديال التخصص. بالنسبه لمستوى التاهيل كيولجوا ليه اللي عندهم مستوى الثالث اعدادي، اذا اللي كملوا السنه الثالثه اعدادي الثانوي اعدادي كلها ودوزوا في الاخر الامتحان الموحد الجهوي. كذلك التلامذة ديال جدع مشترك في ثانوي تأهيلي، والتلامذة ديال الأولى بكالوريا ثانوي تأهيلي، والتلامذة ديال الثانية بكالوريا ثانوي تأهيلي اللي ما كملوش السنة ديالهم، ما كملوهاش، إذا انقطعوا في وقت محدد. هذه الفئات الأربع كلها بإمكانهم يتابعوا الدراسة في مستوى تأهيلي. أما مستوى التقني ففئة واحدة هي اللي كتولج لها، هما الحاصلون على مستوى الثانية بكالوريا، اللي عندهم مستوى ثانية بكالوريا، بمعنى اللي كملوا العام كامل ديال الثانية بكالوريا السنة الختامية لمستوى البكالوريا ودوزوا الامتحان لكن ما توفقوش في الحصول على البكالوريا، إذن هادو بإمكانهم يتابعوا الدراسة في مستوى التقني. أما اللي حصلوا على البكالوريا اللي نجحوا في الامتحان ديال السنة البكالوريا حصلوا على شهادة البكالوريا فكيولجوا للتقني متخصص المستوى الأعلى. بالنسبة للأنماط ديال التكوين، التكوين في مؤسسة التكوين المهني في المستوى الأربع اللي شفنا كتم على أشكال متعددة، منها دروس نظرية بحالها بحال التعليم العام، الدروس اللي كيتلقاو التلاميذ في التعليم العام كذلك في دروس عند في التكوين المهني. كذلك هناك أشغال وأعمال تطبيقية كيتم المزاولة ديالها في بعض الفضاءات خاصة لهذا الغرض تحت إشراف أطر متخصصة. كذلك هناك تدارب ميدانية يقوم بها المتدربون في المجالين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك داخل مقاولات. بالنسبة لتكوين مهني فهو كيعتمد النمط ديال الوحدات، الدراسة بنمط الوحدات، والتقويم كيتاخذ أشكال مختلفة حسب خصوصية كل مادة من المواد. التقويم عبارة عن مراقبة مستمرة كتم على طول العام كامل طوال السنة الدراسية. كذلك هناك امتحانات نهاية الوحدات بحيث من المتدرب من كينتهي من واحد الوحده محدده واحد الماده محدده بمجرد الانتهاء تلك الوحده يمتحن فيها كيدوز فيها الامتحان. كذلك هناك امتحانات العبور من السنه الاولى الى السنه الثانيه، وكذلك هناك امتحانات التخرج امتحانات نهايه التكوين. بخصوص لغه التدريس فمن ناحيه المبدا هي اللغه الفرنسيه،
في عدة وحدات وخاصة المواد الأساسية ديال التخصص المتبع، لكن مع التأكيد أنه يعني هناك واحد التيسير ديال التعلم كيستافدوا منه المتدربين اللي كيلقاو صعوبات فمع هاد اللغة الفرنسية. لكن بمرور الوقت أثبتت التجربة والواقع على أن التلامذة كيتجاوزوا المتدربين كيتجاوزوا هاد العائق ديال اللغة. بخصوص عملية التسجيل، إجراءات ديال التسجيل يتم التسجيل عبر الانترنت عند انطلاق عملية التسجيل، وكتميز هذه العملية ببعض الصعوبة نظرا لكون المعلومات التي يجب تعبئتها يعني كثيرة، المعلومات كثيرة اللي خصها تتعمر. ولذا كنصحكم انكم تتبعوا اجراء التسجيل خطوة بخطوة في الفيديو المخصص لهذه العملية. بخصوص مصاريف التسجيل، فكل مستوى من المستويات الاربع عنده تكلفه خاصه، بدءا من مستوى التخصص تكلفه ديال 400 درهم، تاهيل مصاريف التسجيل 550 درهم، تقني 800 درهم، وتقني المتخصص 950 درهم. اما بخصوص المنحه، فالمتدربون اللي كيستحقوا المنحه عندنا كتميز كما يلي: المنحه الدراسيه الكامله قدرها 6334 درهم بالنسبه للمتدربين اللي كيسكنوا اولياء الامور ديالهم خارج المدينه فين كان مؤسسه ديال التكوين، ونصف المنحة بالنسبة للتلامذة اللي كيسكنوا في المدينة فين كان مؤسسة ديال التكوين. المتدربون المستحقون للمنحة الدراسية، الاستحقاق كيتم بناء على اللجان الإقليمية اللي كتبث في مسألة الاستحقاق من عدمه بالنظر بالرجوع للمدخول السنوي لولي الأمر. والاطلاع كذلك على كيفية تقدم لطلب المنحة، يرجى اتباع الخطوات كما كيشرح الفيديو المخصص للعملية. السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعرفوا على مجموعه ديال المراحل والاجراءات اللي لازم القيام بها من اجل تقديم ترشيح للتكوين المهني. تكون مرحلتين رئيسيتين، اولهما الحصول على كلمه المرور، وثانيهما تعبئه المعلومات الشخصيه. نمر الآن إلى التعريف بالمستويات الأربعة، بدءا بالمستوى الأدنى مستوى التخصص. عملية الولوج لهذا المستوى مفتوحة في وجه المترشحين اللي ما كتعداش السن ديالهم 30 سنة، وما بين 15 إلى 30 سنة، ويكونوا حاصلين كما سبق وشرنا على المستوى ديال السادس ابتدائي على الأقل. مدة ديال التكوين كتم في مدة سنة واحدة، وكيتوج المسار ديالو بتسلم ديبلوم التخصص المهني. مقر التكوين كيتم في مؤسسات ديال التكوين المهني. وبخصوص مصارف التسجيل شفنا مقدروها 400 درهم. بخصوص عملية الانتقاء، فكتم عملا بمدى الأسبقية في تاريخ تقدم الترشح، أي إذن المترشحين أي واحد جاء ويتقدم باش يتسجل في مستوى التخصص يتم قبوله، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية لمؤسسة التكوين. ملي كيعمروا بلايص إذن صافي ما بقاش الحق للتسجيل. دائما في مستوى التخصص ملف ديال الترشيح يتكون من صورة شمسيتان، شهادة دراسية تثبت المستوى، نسخة من عقد الازدياد. كذلك في النهاية كيتسلم المترشح واحد الوصل عن أنه تسجل. بالنسبة للملفات كتوضع مباشرة في مؤسسة التكوين المهني، وكذلك بإمكان المترشح أنه يترشح لأكثر من مركز من مراكز التكوين المهني على حسب التخصص اللي بغى يتبع، شرطة أنه في كل مؤسسة من المؤسسات يوضع فيها الملف دياله. نمر للمستوى الثاني، مستوى التأهيل اللي مفتوح الولوج ليه في وجه المترشحين ذوي الشروط الاتيه: ما يتعداش السن ديالو 30 سنه، كذلك يكون حاصل على مستوى ديال الثالثه ثانوي اعدادي على الاقل، او لا يكون عنده المستوى السابق، مستوى ديال شهاده التخصص، يكون عنده دبلوم تخصص المستوى السابق. مده ديال التكوين ما بين 6 اشهر الى سنتين على حسب التخصص المتبع، وكيتختتم هذا المستوى بالحصول على دبلوم تاهيل المهني. بخصوص مقر التكوين كيتم في مراكز التأهيل المهني لي سيكوبي، اما مصاريف التسجيل فقدروها 550 درهم. بالنسبه للتلامذ بكالوريا مهنيه اللي كيقراو في جدع مشترك، فتكاليف التسجيل قدرها 200 درهم، واللي كيقراو في الاولى والثانيه بكالوريا مهنيه تكاليف التسجيل تبلغ 600 درهم. بخصوص عمليه الانتقاء، فكتم بناء على واحد نتائج ديال واحد الرائد كيجتازوه المترشحين، كيتسموه رائد بسيكوتقني، وبعض الاحيان كيجتازوا مواد ديال اللغه الفرنسيه، الفيزياء، الرياضيات الى غير ذلك حسب المؤسسه. فيما يلي ان نموذج الاسئله الرائد السيكوتقني،
ان تيست بسيكوتيك بخصوص ملف الترشيح. عندنا فئتين اللي كيترشحوا لمستوى التاهيل، عندنا الفئه ا والفئه ب. نبداو بالفئه ا. بخصوص الفئه ا، يتم الالتحاق بمستوى التاهيل عن طريق التوجيه، عن طريق عمليه التوجيه. شكون اللي كيستافدوا من هذا من هذه العمليه؟ هما التلاميذ اللي كتبعوا الدراسه ديالهم بالثالثه اعدادي ولا جدع مشترك ولا الباكالوريا، اذا كيقوم بعمليه التوجيه باش يلتحقوا بمستوى التاهيل. بخصوص ملف الترشيح، كيعبئوا واحد البطاقه ديال الترشيح اللي كتوضع عليه الاشاره ديالهم، يستلموها من المؤسسه ديالهم اللي كيقراو فيها، كيعبئوا البطاقه ديال الترشيح ديالهم وفق هذا النموذج، وهذا كل شيء في انتظار ان النتائج. اما بخصوص الفئه الثانيه اللي هي الفئه بي، يندرجوا منها التلاميذ اللي انقطعوا على الدراسه ولا اللي كيتابعوا الدراسه ديالهم بالسنه الثانيه من سلك الثانوي التاهيلي، السنه الختامي من سلك الثانوي التاهيلي. ولكن نادره، قليل فين غتلقى واحد اللي كيقرا في الثانيه بكالوريا بامكانه انه يمشي للسلك التاهيلي، لانه فقط خصو يكمل الدراسه ديالو، يكمل العام ديالو ديال السنه الختامي من سلك البكالوريا، غير يدوز الامتحان بامكانه انا ذاك يتسجل في المستوى الاعلى، المستوى التقني. اذا بالنسبه لهذه الفئه كيجتازوا اولا المباراه، وكيدفعوا الملف ديالهم اللي كتكون من وثائق تاليه: نسخه من العقد الازدياد، شهاده دراسيه اللي كتثبت المستوى ديالهم الدراسي، وجوج ديال الاضرفه، وكيعبئوا ملف ديال التوجيه. نمر الان للمستوى الثالث، مستوى التقني. الولوج الى هذا المستوى مفتوح في وجه المترشحين اللي كتوفر فيهم الشروط الاتيه: يكون ما يتجاوز 30 سنه، ويكون حاصل على المستوى ديال السنه الختاميه من سلك البكالوريا بكاملها، ثم او كذلك بالنسبه للتلاميذ المتدربين اللي عندهم دبلوم تاهيل المهني، اللي حصلوا على الدبلوم في المستوى السابق، لكن في حدود واحد العدد ديال المقاعد. مدة ديال التكوين يتم التكوين في خلال سنتين، ويتوج بتسلم دبلوم التقني. الإشارة بالنسبة للتلاميذ الثانية بكالوريا مهنية اللي ما توفقوش في الحصول على البكالوريا، اللي ما نجحوش، بإمكانهم الالتحاق بمستوى التقني في السنة الثانية مباشرة، وذلك في إطار الجسور ما بين التعليم العام والتعليم المهني. مقر التكوين كيتم في مؤسسات المعاهد التكنولوجية التطبيقية أو ما يصطلح عليه بليتيا. بخصوص مصاريف التسجيل تبلغ 800 درهم. اما عمليه الانتقاء فكتم عمليه الانتقاء للمترشحين اللي غيتمكن توفقوا في الولوج مستوى التقني بعد اجتياز اختبار رئيس بسيكوتكنيك. بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الثانيه من سلك البكالوريا مهنيه الراغبين في الالتحاق بمستوى تقني، خصهم يعمروا واحد بطاقه الترشيح بهذا الخصوص، كيلقاوها عندهم موجوده في المؤسسه. بالنسبة للتخصصات المتوفرة، فكيوفر مستوى التقني التكوينات لجميع التخصصات بالنسبة للتلامد اللي كتبعوا المسار الشعب والمسالك العلمية. إذا التلامد اللي في الشعب والمسالك العلمية بإمكانهم يتبعوا أي تخصص من التخصصات اللي متوفرة في مستوى التقني. وكتبقى بعض الخيارات متاحة بالنسبة للمسالك الأدبية وعلوم اقتصادية، عددها 15. بإمكانهم يختار واحد من التخصصات على الصورة. بخصوص ملف الترشيح المستوى التقني، فعند من كنقوم بعمل تسجيل عبر الانترنت داك لامبريمي داك لو روسو، بالاضافه الى صوره شمسيتين وشهاده دراسيه بصفه مؤقته كتثبت على انك تقرا في الثانيه بكالوريا الى حين نهايه السنه الدراسيه باش تدلي بالشهاده النهائيه، نسخه من عقد الازدياد، وواحد الاستماره كتعمرها ملي كتعمر بار انترنت داك التسجيل القبلي، كتعمر واحد الاستماره، وفي النهايه ملي كتوضع الملف ديال التسجيل كتسلم واحد الوصل. نمر الان الى المستوى الاعلى، مستوى التقني المتخصص. الولوج لهذا المستوى مفتوح في وجه المترشحين اللي كتوفر فيهم الشروط الاتيه: ما يتعداوش 30 سنه، ويكونوا حاصلين على شهاده البكالوريا، او يكون عندهم دبلوم ديال المستوى السابق، دبلوم تقني، لكن في حدود 10% من المقاعد. ماشي كل واحد عنده دبلوم تقني بامكانه يوجه لتقني متخصص، لا، كان واحد العدد محدود.
مدة ديال التكوين تبلغ سنتين وكتوج بالحصول على دبلوم تقني المتخصص. بخصوص مقر التكوين فهو كيتم في المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية أو ما يصطلح عليه بليستية. مصارف التسجيل تبلغ 950 درهم. عملية الانتقاء كتم يعني بناء على النتائج ديال النتائج المعد العام ديال البكالوريا فقط. كذلك هناك إشارة بالنسبة لحملة البكالوريا علمي وتكنولوجي اللي كتحصلوا على الميزة هذا المعدل ديال 12 فما فوق كيولجوا مباشرة بدون الدخول في عملية الانتقاء، والآخرين اللي حصلوا اللي ما عندهمش ميزة يقدروا يولجوا بناء على عملية الانتقاء. أما حملة البكالوريا أدبي وتقني اقتصاد الحاصلون على البكالوريا التقني يعني في الإيكونومي يستفيدون من الولوج المباشر بدون ما يمروا عن طريق عملية الانتقاء. اما بقيه الحاصلين على البكالوريا فكمروا اجباريا بعمليه الانتقاء. بالنسبه للتخصصات المتوفره حامله البكالوريا علميه وتكنولوجيا بامكانهم يتابعوا الدراسه في جميع التخصصات اللي كيوفرها التكوين المهني بتقني مساوي تقني متخصص. وبالنسبة لحملة البكالوريا المهنية كذلك بإمكانهم يتبعوا في التخصص شرطة أنه ذاك التخصص اللي يبغاوه كيكون كيتوافق مع التخصص اللي دوجوا فيه اللي خداو فيه البكالوريا. بالنسبة للشعب الأدبية وشعب علم الاقتصاد فعندهم الحق في متابعة واحد من أحد التكوينات الآتية. ملف الترشيح كيتكون من الوثائق التالية: وصل التسجيل، ملء واحد الملف ديال التوجيه اللي كياخذوه من مؤسسة بعين المكان، هو على الشكل التالي، زوج ديال التصاور، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو عقد الازدياد اللي كينوب عليها في حالة ما عندكش لاكارت ناسيونال. بالنسبة اللي كيقراو في الثانية بكالوريا وبغاو يتسجلوا قبل ما يحصلوا على البكالوريا بإمكانهم يدليو بشهادة مدرسية بروفيزور بصفة مؤقتة إلى حين الحصول على البكالوريا، آنذاك يزودوا المؤسسة مؤسسة تكون مهني بنسخة من البكالوريا، فوالا تكون نسخة من البكالوريا مصادق عليها. وبيان النقاط النهائي كذلك غتقوم بملء ديال الاستماره من كتعمر المعلومات ديالك التسجيل القبلي عبر الانترنت، وفي النهايه من كتوضع الملف كتوصل بواحد الوصل. بغيت نشير لمسألة مهمة اللي هي عندكم الحق أنكم ترشحوا لثلاثة ديال التخصصات. إذا واحد الشخص اللي بغى يترشح لثلاثة ديال التخصصات مختلفين فغادي ملي غادي يقوم بالترشيح عملية الترشيح عبر الإنترنت غادي يختار المؤسسة ديال التكوين اللي كتضم هذا التكوين هذا التخصص فين كاينة. إذا غادي يسيليكسيونيها في الاختيارات عنده عبر الإنترنت، ثم في مرحلة موالية يتعين عليه أنه يصيفط الملف الورقي لكل مؤسسة من هذه المؤسسات الثلاث. في النهاية بغيت نقدم واحد التوصية للجميع، عند مقارنة المستوى التقني مع تقني متخصص كيتبين بوضوح على أن التقني متخصص بطبيعة الحال هو أعلى مستوى من المستوى التقني، لكن كذلك يختصر الزمن، بحيث إلا خدينا جوج ديال التلامد واحد مشى للمستوى التقني واحد مشى للتقني متخصص، مول التقني متخصص في سنتين غياخد الدبلوم ديالو غيتخرج تكنيسيان سبيشاليزي، أما اللي مشى للمستوى التقني غيقرا سنتين متدرب في مستوى التقني ثم غيكمل سنتين في التقني متخصص اللي هي 4 ديال السنوات في المجموع عاد باش ياخذ الدبلوم ديال التقني متخصص. هذا الا افترضنا على انه كان من المتميزين في مستوى التقني وكان من الاوائل وتمكن من الولوج في التقني متخصص، حيت شفنا عدد المقاعد المخصصه فقط 10%. وبالتالي التلامذ اللي باغيين يمشيو للتكوين المهني كتبقى مؤمر الحصول على شهادة البكالوريا واحد الأمر مهم جدا، اللي بغى يتسجل في التكوين خص يحصل على البكالوريا باش أنه يربح الوقت.
نمر الآن الآفاق مؤسسة تكون مهنية حاصلا على دبلوم تقني متخصص. هناك إمكانية متابعة الدراسة بعد الحصول على دبلوم تقني متخصص في بعض المؤسسات التعليم العالي اللي كتكون تكوين على شكل إجازة مهنية ليسونس بروفيسيونيل، لكن الولوج لهذه المؤسسات كيبقى محدود بالنظر للعدد اللي كتوفقوا للولوج هذه المؤسسات مقارنة بالعدد اللي يطمح أنه يولج هذه المؤسسات. إذن العدد اللي كتمكن من الولوج عدد قليل إلى قارناه بالعدد اللي راغبين في الولوج لهذه المؤسسات. إذن الحل في أنك توفق من الولوج هذه المؤسسات هو تفوق الدراسي خلال التكوين والحصول على أكبر قدر ممكن من الميزات ليمونسيون، خاصة في المواد ديال التخصص المواد الأساسية، وهذا الشيء اللي غادي يرفع لك من الحظوظ ديالك في أنك تقبل الترشح ديالك لاحقا من غتنافس على أحد المقاعد في هذه المدارس والمعاهد ديال التعليم. ختاما نتمنى أنني كنت توفقت في أنني نشرح بعض النقاط اللي كتعلق بالتكوين المهني وشرح المستويات الأربع اللي خاصة به. متمنية لكم كذلك بالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.